بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول. I'm completely conscious of how I'm creating the entire universe. وأن ربنا أمرني أن أخلق كل الطيبين وكل الملائكة في الأرض إن كل ما نسأل في السماء دلوقتي. شوف سيدنا يوسف، إنك أنت تكون في مستوى إنك شايف صورة العالم كله واللي حولك ما هم شايفين. تبقى الناس شايفاها كلها كارثه وانت شايفها نعمه. نفسك تقول لهم مش هيك طريقه التفكير او مش هيك طريقه التصرف. لما تصير مثال ويشوفوا طاقتك اعلى، يشوفوا طريقه تفكيرك غير، قدرتك على التعبير غير، مفاهيمك للحياه غير. Or even howl, howling like a wolf. مين هذا الشخص اللي قاعد في مخك وقال لك الله مين وخفتي الان وارتبكتي ليش؟ وبعدين امرك انا سيده مريم ربنا امرك لازم تصعدي للسماء دلوقتي. اتكلمنا كتير قوي عن مخاطر جلسات التأمل واليوجا والطاقة، وكلنا تابعنا اليومين اللي فاتوا مشهد عجيب وكأننا بنتفرج على فيلم أجنبي. تابعنا أميرة بنت حمد وهي بتحكي تفاصيل التخلص من بنتها، قصة ولا في الخيال. سيدة مسلمة وفي بلد مسلم وبكامل قواها العقلية تتخلص من بنتها بحزام الشنطة، وإذا كانت هذه الكارثة ظهرت على السطح ففي بلاوي كتيرة لسه ما ظهرتش، وكلها بسبب دورات الطاقة والوعي. يا ترى هي لسه بتعتقد إنها فعلا خلصت بنتها من شر الأرض وبعتتها لمكان أفضل؟ تعالوا ندخل في الموضوع ونشوف البلاوي وما وراء كواليس التأمل والوعي. طبعا انتوا لسه فاكرين المدرب الايطالي اللي قال لأميرة ان هو اللي خلقها وادعى انه المهدي المنتظر. هنشوف دلوقتي واحد عنده اكتر من مليون مشترك على اليوتيوب. من فضلكم افتكروا الشخص ده كويس جدا لانه حكايته حكاية وهنتكلم عنها دلوقتي. هو كمان بيعلنها كده صراحة على قناته ان هو اللي خلق العالم كله. I'm completely conscious of how I'm creating the entire universe. واضح ان الموضوع عجب بعض دجالي الطاقة العرب وشبطوا في كلمة خالق، وبعضهم بيشاور عقله انه يطلع هو كمان ويقول انه خالق كمخلوق حر خالق. انا تخيلت نفسي لو انا اللي خالق البني ادم ده. تخيل نفسك ان انت خلقت. ايوه انا. طب كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ الشاب اللي شفناه حالا بيعتبر من اكبر المروجين للطاقه والوعي والتامل، وبيقول انه دايما بيسال نفسه هل الطريق ده ممكن يوصله للانتحار. I always kind of wonder, you know, like could this path lead to my suicide? And you have to really confront the question of like, why not kill yourself? I don't know, you know, I'm here now, but I don't know which way it would have gone. For plenty of you, this will result in your suicide. So I don't recommend this. This is dangerous. على فكرة احتمال كبير يكون ليو انتحر بالفعل، لأنه من أكتر من 10 شهور لم يرفع فيديو على قناته على اليوتيوب. وراح ليه ضحية التأمل والطاقة والوعي، ولم تنفعه الطاقة وسنين التأمل اللي ودته في داهية بعد ما سلم نفسه فريسة سهلة للشيطان. بس أنا مش فاهمة ليه بتوع الطاقة بيحببوا متابعينهم في الموت؟ هل يا ترى بيجهزوهم نفسيا علشان يقدموهم قربان للشيطان؟ مجرد سؤال. أكتر حاجة بقولها صادمة للناس، بقول لهم مين فيكو خايف من الموت؟ فناس كتير بيرفعوا ايديهم. بقول لهم معقولة حد بيحب الله خايف يقابله؟ أنا عن نفسي أنا شايف الموت كده، ده إفراج. خرجنا من السجن، سيب بقى الجسم ده بقى واللي بيعجز وأنت إيجنج ومهارينا فيتامين د وخلص فلوسنا، ارمي بقى واطلع بقى ملكوت السماوات والأرض بقى. أوعى حد يستخدم معاكوا الخوف. Death is truth. Death is love. And what you call life, that's selfishness. That's falsehood. That's delusion. ليو بيقول انه وصل لمستوى عالي جدا من الوعي لدرجة انه اضطر انه يواجه الخوف من الموت. شايفين قد ايه الشيطان بيتحكم في بتوع الطاقة والوعي وبيخدعهم؟ بس بصراحة ليو كان صريح وحذر متابعينه من ممارسة التأمل ومن الوعي. To access these higher states of consciousness, I was forced to face, like really face the fear of death, and specifically fear of killing myself. And this is not something I would
recommend to most people. أما دجالي الطاقة العرب فتلاقيهم يقولوا لك إن التأمل عبادة. يعني على فكرة التأمل ده هو عبادة الأنبياء. تعالوا نشوف ليو وهو بيتكلم عن الجانب المظلم للتأمل, the dark side of meditation. وانت بتسمع حاول تقارن بين الكلام النظري اللي ليو هيقوله وبين الكلام اللي قالته أميرة بنت حمد واللي حصل فعلا. Meditation is not all rainbows and butterflies. I can almost guarantee that if you're going to meditate for longer than a year, that you will be hit by some serious spells of depression. I can almost guarantee that if you are meditating effectively, you will have more suicidal thoughts than you've probably ever had in your life. Expect old repressed memories to come bubbling up. Examples like abuse, sexual abuse, bullying, humiliation, that will come bubbling up. Expect nightmares. Expect weird dreams where in your dreams you're living out weird fantasies like having sex with your mother or, killing people or butchering your dog with a cleaver or something like that. Like, you know, you might start to behave like an animal. Like literally you might start to scratch yourself like an animal or crawl around on your knees or even howling like a wolf. Oh! Interact with various kinds of entities. You might see spirits or hear spirits. You might hear weird voices in your head. You might actually see angels and demons. Again, not imagined, but like standing before you. You might see gods, deities, giant crawling insects. And you actually have this weird energy moving through you, and you start to behave as though your body is being controlled by a puppet master. Like, you're not even in control of your body anymore. Your body is just moving on its own, and you have no idea what the hell is controlling you. It's almost like you've been possessed. Expect sometimes to have waves of insanity and madness. This is stuff that you should definitely expect. Don't be surprised at all if it happens to you. And not just once, but repeatedly. In fact, what you should start noticing is that it's a recurrent theme throughout long-term meditation, is that this stuff starts coming up. والسؤال اللي بيطرح نفسه, ازاي التأمل اللي هو يعني شخص قاعد ساكت ما بيتحركش كافي خيره وشره وما بيعملش أي حاجة, إزاي التأمل يعمل كل ده؟ هقولك, بس من فضلكم ركزوا معايا, يسيبوا أي حاجة في إيدكم واحتسبوا الوقت ده لله, وما تنسوش وضع الإعجاب ومشاركة المحتوى على جميع منصات التواصل الاجتماعي. خطورة التأمل تكمن في خطوتين من خطوات الشيطان. الخطوة الأولى الصمت والسكون وعدم تشغيل العقل, وده بيؤدي للخطوة التانية وهي انك تجعل من جسمك مسكن للشيطان وتبدأ تجيلك الافكار الشيطانية والشياطين توحيلك, وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. وبتوع الطاقة بيخدعوا الناس ويقولوا لهم ان ده الهام ووحي من ربنا. يتم تغذية نفسك بالالهامات بالوحي. وده بالظبط اللي حصل مع أميرة, ظهر لها شياطين على إنهم أنبياء, وسبحان الله هم نفس الشيطانين اللي بيطلعوا لأي حد بيعمل جلسة تأمل, كلهم بيبقوا لابسين أبيض فأبيض. أميرة كمان قالت إن الأوامر جات لها من ربنا عن طريق الأفكار مش عن طريق الكلام. وبعدين أنا أقول لك أنا سيدة مريم من ربنا أمرك إن لازم تصعدي للسماء دلوقتي, بس ما كانش الكلام, كان في أفكار, كان في أفكار والصوت في دماغي بسرعة 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 بسرعة. هي دي الأفكار اللي الدجال بيوصفها إنها وحي وإلهام من الله. كل خبر, كل فكرة, كل موقف بيجي لك هو رسول من الله. يتم تغذية نفسك بالإلهامات بالوحي. اللي بيوحي للنحل والنمل ممكن يوحي لك. هيجي لك إلهامات رهيبة جدا وانت قاعد ما بتتكلمش إلا بس مع إلهك. ربنا يوحي لي ان انا اقدر اعلي كذا بكذا. وهنروح بعيد ليه؟ اذا كانت أميرة قالت انها شافت انبياء, فالدجال بتاعنا ادعى انه كلم رب العالمين, او رب العالمين كلمه. سمعت, حسيت ان ربنا بيكلمني وبيقول لي احمد انا مش وسيلة عشان يستعان بيا, وعمل انا اسف. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهي دي الافكار اللي بتيجي نتيجه التامل وتوقيف العقل عن التفكير. By allowing thoughts of murder into our minds, by permitting thoughts of murder and rage into our minds,
There's literally no way to protect yourself when you're in a state like that. You have made yourself a spiritual open house. وده دليل تاني على ان اللي بيمارس التأمل بيجي له أفكار إلحادية وأفكار سودة. يا دكتور لقيت كراكيب والوعي بيجي له أفكار وحشة وأفكار إلحادية وأفكار إن دي مش سنة وإن أفكار سودة. نظف اللي جوه. الإنسان المسلم واعي وعارف إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما اللي بيعمل تأمل فلازم يوقف عقله عن التفكير. بتأمل عشان أوقف دماغي، تمرن عليها، بعدين يصير تختفي الأصوات الأخرى ومنها صوت العقل المزعج. وصمت عن الفكر. والله سبحانه وتعالى وصف من لا يستخدم عقله وحواسه بالأنعام. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. محدش سأل نفسه إزاي مدربين الطاقة بيقدروا يعملوا غسيل مخ المتابعينهم لدرجة إنهم يسلبوهم إرادتهم ويتحكموا فيهم زي ما عمل المدرب الإيطالي مع أميرة، وإزاي قدر يتحكم فيها عن بعد لدرجة إنها قالت إنها كانت بتحس إنه شايفها طول الوقت. أنا لو اتخلقت لو خلص زعقت شوية يبعت لي بيقول لي اقعدي هاتي كل حاجة بيعرفها. تعالوا نشوف إزاي مدربين الطاقة بيقدروا يتحكموا في عقلك ويسلبوك إرادتك. من الأيام كان عندي مشكلة كبيرة مع أحد الأطباء كنت عامل معاه شغل، المهم إنه عاند وقال مفيش فلوس، وقمت داخل ومتخيل نفسي أمه وراح أعمل كل اللي أنا عايزه. مست الطاقة إن أنت تتخيله هيحصل. ركزوا معايا. أولا يقطع علاقتك بربنا وينزع الخوف من الله من قلبك. مين هذا الشخص اللي قاعد في مخك وقلبك الله مين وخفتي الآن وارتبكتي ليش؟ هو صلاة بلا صيح، أرجوك بلا صيح يوضع لي لك صرف. تقول لي خاف من ربنا؟ أخشى أزعله. ثانيا يقطع علاقتك بزوجك. وكتير من الناس بيسألوا عن دور زوج أميرة وإزاي إن كل ده حصل بعلمه، وهي بنفسها قالت إن زوجها كان مستنيها في العربية أثناء جلسة التأمل الإيجابي. أمال لو ما كانش تأمل إيجابي كان إيه اللي حصل؟ وكمان كان موجود في البيت يوم الواقعة المشؤومة. بتوع الطاقة بيصوروا الزوج على إنه ند لله، وما ينفعش الزوجة تستأذن جوزها في أي حاجة. هو اهم حاجه في حياتها هي حطته ند ربنا، بس لو جوزك قالك ما تروحيش مكان الا ما تقولي لي استحاله تكسري له كلمه، لازم اقول له انا فشره في حته من غير ما اقول له يا سلام. فعلشان تبقى زوج كيوت وعندك وعي عيش ديوث وسيب زوجتك تعمل اللي هي عايزاه. ثالثا بتوع الطاقه والوعي بيقطعوا علاقتك بامك وابوكي، وبيوصفوا الام والاب على انهم طواغيت وما ينفعش نسمع كلامهم حتى لو كانوا بيعلمونا الصلاه. وما اكثر الطواغيت في الكون اللي احنا عايشين فيه، واولهم الاب والام. قلبك عامر بالايمان. لو انا النهارده جيت لاي شخص على وجه الارض انت بتصلي ليه هيرد عليا يقول لي ايه؟ عشان ربنا قال لنا كده. مين اللي قال لك ان ربنا بيقول كده؟ هتلاقيه يقول لك ايه؟ ماما بابا. طب انت ايش عرفك ان اللي بابا قاله وماما قالته هو الصح؟ واثقه من نفسيها مش واخد بالها. وهي دي المصيبه اللي احنا وقعنا فيها وبهدلت الدنيا وخلت كل الناس عندها امراض. تخيلوا بتوصف الاب والام انهم طواغيت علشان بيعلموا ولادهم الصلاه. رابعا بتوع الطاقه بيقطعوا علاقتك باولادك حتى لو بنتك لسه طفلة بترضع، وتيجي واحدة زي دي وتعلمك سحر التفريق بس تحت مسمى جديد وشيك، قطع الحبل الطاقي أو قطع الحبل الأثيري بينها وبين بنتها الرضيعة. طب ليه كل ده؟ قال إيه؟ عشان البنت بتشرق بالليل وبتقلقها من النوم. ما هو معلش بقى البنت مش هتقرفنا معاها، الست وراها جلسات بالدولار وتكفير ستات وبنات قد كده، مش فاضيين احنا بقى اللعب العيال ده. تقوم تعمل ايه؟ تقولك اقطعي الحبل علشان الطاقة السلبية ما تنتقلش. انا نفسي ممكن ابقى اصحى من النوم على بنتي بترضع مثلا شرقت مش عارفة ايه، دي الارواح والطاقات هي اللي تتعامل، فاقطع انا بقى الطاقة ديت عشان السلب ما ينتقلش وما نأثرش على بعض.
فاقطع انا بقى الطاقه ديت عشان الثلج ما ينتقلش وما ناثرش على بعض. العقليه دي هي اللي عندها استعداد انها تتخلص من بنتها زي ما عملت اميره بنت حمد. واكدنا قبل كده في حلقه سابقه على قناتنا الاحتياطيه ان قطع الحبل ده سحر صريح. خامسا، دجالي الطاقة هيقطعوا علاقتك بالأصحاب والأصدقاء المقربين بحجة إن وعيهم منخفض وهينقلولك طاقة سلبية. بصوا من الآخر كده، أي حد هيديكوا نصيحة لوجه الله هيبعدوكوا عنه. ما تركز كثير بالحكي تاعه، افصل وعيك عنه، خلي تركيزك جوا جسمك، افصل وعيك عنه. مصاصو الطاقة ناس قريبين مننا، ناس حوالينا، ربما يكون أبوك، أمك، أختك، أخوك، ابنك، بنتك، زوجتك. سادسا، بتوع الطاقة بيعلموا متابعينهم انهم ما يشاركوش المعلومات اللي بيتعلموها معاهم مع اي حد. ما تبلش تجيك معلومات على الوعي، ما تحاول تدفشها على الناس، ما تحاول تشارك هاي المعلومات حتى لو كانوا اهلك، حتى لو كانوا اصدقاء، طبعا عشان ما حدش يلحق يحذرهم. وفي معلومات بيقولوها في الكورسات وما يقولوهاش على اليوتيوب. بس ما ينفعش تطلع المعلومات اللي في الكورس ابدا على اليوتيوب لان درجات الوعي مختلفه. ومعلومات تانية ما بيقولوهاش الا بعد استدراج الضحيه خطوه خطوه. انا الاوان لخروج بعض المعلومات مش كلها اللي الوعي يستحملها الان، في معلومات لا يستحملها الوعي مخلينها بعدين ان شاء الله. وده نفس اسلوب الشيطان. سابعا، هتلاقي بتوع الطاقة دايماً يصطادوا المزيد من الضحايا باسم الدين علشان ياخدوا معاهم كورسات بالدولار زي ما عملوا مع أميرة. خليني اليوم أبدأ حديثي بآية. قلبك عامر بالإيمان. وسخرنا لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. كنز طاقة الفاتحة. رقم 8، بتوع الطاقة بيعلموا متابعينهم إنهم في مستوى عالي من الوعي وباقي الناس قطيع مش فاهمين حاجة. إنك أنت تكون في مستوى إنك شايف صورة العالم كله واللي حولك ما هم شايفين. تبقى الناس شايفها كلها كارثة وأنت شايفها نعمة. نفسك تقول لهم مش هيك طريقة التفكير أو مش هيك طريقة التصرف. ولما تصير مثال ويشوفوا طاقتك أعلى، يشوفوا طريقة تفكيرك غير، قدرتك على التعبير غير، مفاهيمك للحياة غير. تاسعاً وأخيراً، استمع فقط لأصحاب الطاقة والوعي وسيبك من الناس اللي وعيهم منخفض. ما تركز كثير بالحكي تاعه، افصل وعيك عنه، خلي تركيزك جوا جسمك، افصل وعيك عنه. مصاصو الطاقة ناس قريبين مننا، ناس حوالينا، ربما يكون أبوك، أمك، أختك، أخوك، ابنك، بنتك، زوجتك. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. لما تقول لبتوع الطاقة إن الطاقة سحر يقولوا لك جرب، ولما تقول لهم إن الطاقة شرك بالله يقولوا لك جرب. حتى لو أنتوا مش مقتنعين، أنتوا مشيتوا في طرق كتير، جربوا في الطريق ده بس النهاردة، جربوا تخطوا طريق جديد. وللأسف الشديد اللي حصل مع أميرة ده مش أول حادثة ولن تكون الأخيرة. الشهر الماضي منجمة أمريكية اسمها دانيال جونسون خلصت على زوجها وبنتها، والسبب هو تقريبا نفس السبب اللي خلى أميرة تخلصت من بنتها. المنجمة الأمريكية اعتبرت إن الكسوف الكلي للشمس اللي حصل الشهر الماضي هو نهاية العالم، وحذرت على حسابها على منصة إكس وقالت إن كسوف الشمس سيؤدي إلى نهاية العالم. وبسبب خوفها على أسرتها من نهاية العالم خلصت المنجمة على زوجها بالسكينة، وأخدت بناتها الاثنين معاها في السيارة، البنت الصغيرة رضيعة والبنت الكبيرة عندها 9 سنين، وأثناء القيادة رمت البنتين من السيارة وهي بتتحرك بالضبط كده زي ما ترمي أي كيس مهملات. طبعا الطفلة الرضيعة توفت، أما البنت اللي عندها 9 سنين فالحمد لله ربنا نجاها، وحصلوا على جثة العرافة داخل هذه السيارة بعد ما اصطدمت بشجرة على الطريق الساحلي. ودي نهاية كل اللي بيبعد عن الطريق المستقيم ويمشي في طريق الشيطان. ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا وبناتنا من شياطين الإنس ودجالي الطاقة وسحرة العصر الجديد. وسؤال حلقة اليوم، هل تعتقد أن أميرة بنت حمد ضحية لدجالي الطاقة والوعي ولا مجرمة وتستحق أقصى عقوبة؟ وهل آن الأوان لمحاكمة كل من يعمل
في الطاقة والوعي قبل ما يفسدوا مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ من فضلكم شوفوا باقي سلسلة الطاقة وحركة العصر الجديد، وشاركوا معانا العمل حملة توعية كبيرة جدا لحماية أولادنا وبناتنا من صحرة العصر الجديد. ما تنسوش وضع الإعجاب، اشتركوا في قناتنا الأساسية والإحتياطية، شاركوا المحتوى على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والدالة على الخير كفاعله، وتقدروا تدعموا القناة ماديا من خلال رابط الباتريون أو الباي بال، الروابط موجودة في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو. شكرا وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.